بعد ذلك. الدوري الجزائري يتصدر مولودية الجزائر بعشر نقاط من أربع مباريات. هذه كرة ومحاولة خطيرة عرضية وبالرأس، يا سلام يا سلام، حلوة حلوة اللعبة وحلو الهدف الجميل اللي يسجل العميد. العميد يسجل التعادل والعميد يضرب بيد من حديد. العميد يضرب بيد من حديد ويسجل التعادل لنادي مولودية الجزائر. أصبحت النتيجة الآن واحد.